السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم روتيني لليوم. غنشارك معكم ايضا دي زاسوس. بدايه مع لا ماشين لافي، فكنستعمل هذا كارغون، هذا اللي هو منظف، كينظف لا ماشين من الداخل من الكيلز، كي ايضا مع صابون ما كتقاش الحوايج، كيعطيو ريحه زوينه. فهذا كي هو ماشي معطر، ولكن كينظف الماكينه، فكتخلي الحوايج فيهم الريحه ديال الديتيرجان. انا كنستعمل غير معلقه جوج من هذا، هو ما فيش المعلقه ديال العبار، خديتها غير من ديال هذا ديال فانيش. كندير جوج ثلاثه. اليوم انا بديت الصابون ديال المانطات، غير هادو المانطات اللي كيجيو رقاق هما اللي كندير في لاماشين. المانطات الكبار كنصيفطهم يتصبنوا، حيت ما كاينش فين غتصبنهم وما كاينش فين تنشرهم، ما كاينش كيفاش دير ليهم. فهذوك الكبار كنصيفطهم، كاينين غير هادو. ديجا هادو هما اللي كنستعمل بزاف، حيتاش عندنا الغاز طبيعي في الدار، فالحوايج كيبقاو فالدار كتبقى سخونه حتى جليج الباركي، كلشي كيسخن كيدفى، يعني ماشي كي هذا غير كيدفى صافي. وغادي ندوز درت مانطه اخرى، وغادي ندوز باش غادي ننشرهم هنايا. حتى بالنسبه للارضيه ديال السرير غنحيد هادو كاملين اللي كنت مفرشه منهم السي، وغادي ندير هادو بالدونتيل. تغيير شويه عايز عليا انا نبدل كل مره ندير اللوين. هاد المره غادي ندير هادو واخا ما صلحتهمش هنايا، غنعاود ندوز عليهم غير ما صورتش، لانه فاش كنجي نصور الحاجه اللي غنديرها في الساعه كنفوق دايرها في ساعتين، فكن نزرب. غندير هادو ديال الدونتيل، هادو فيهم اربعه ديال المخاد. انا ديجا كنستعمل دائما اربعه ديال المخاد في الناموسيه، كتبان الناموسيه خصوصا اللي كانت كبيره 2 متر ولا 2 متر او اكثر، فكتبان الناموسيه عامره. ديجا عندي هاد البيرد اللي في الوسط، الخامية الريدو اللي في الوسط عندي في الجري فاتح، والجنبات عندي في الجري، حتى اللون ديال الباركي. هادو بالنسبه للريدويات. فديجا يلا صبنتهم، ولكن غنعاود نصبن غير الفن اللي هما الكري ناصح. ديجا هادو هما الالوان اللي عندي في الناموسيه، فغادي يجي هاد الكوفرلي اللون ديالو مواتي ماشي مشكل. هادوك الفن كنصبنهم وكنديرهم في الماكينه، كنخرجهم في نفس النهار كنعلقهم في بلاصتو، حيتاش كينشفوا هنا ما عنديش كيفاش ندير لهم تنشرهم، كينشفوا ديك الساعه وهما معلقين، وفي نفس الوقت مع المعطر كتبقى ريحه زوينه في البيت، في بيت الناس. من هنا مباشره خرجنا هنايا. جيت بغيت ناخذ واحد ماعرفتش شنو في المغرب كيقولوا لهم، في المغرب واقيلا كيداروا بالقبس، هنا سميت الاسم ديالهم تشيتا. هاد التشيتا هادو كيجيو بحال موتيف ديال القبس، حتى كيجيو بالفرشي همايا، كيجيو غطا عندهم، حتى داك العيبه الوسطانيه ديال القبس اللي كتجي فوق من الثريه حتى هي كاينه، ولكن هنا في تركيا ما بقاش القبس، القبس الالتشي كيقولوا ليه هنا ما بقاش، ولاو غير هادو ديال الفرشي، كيجيو خفاف، وحتى لا حفظ الله طاحت يعني ما كيكونش ريسك كبير. هنا بقات في الطوموبيل حتى جاب ليا جهاد، ملي قال لي راه كاينين ها هما كيف كيجيو، هادو راه كلهم فرشي، كلشي هاد الموديلات فرشي كيجيو خفاف. هنا كاين الحيوطه 3D كيف كتشوفوا اللي كيجيو بالالوان، وهذا انا ما كيعجبني الصراحه داكشي. وهادو كلهم كيجيو، هادو اللي كتشوفوا في الحيط كلهم فرشي، وهذيك الصباغه كلشي داكشي بالفرشي. من هنا مباشره دزنا ايضا الحانوت ديال البابي، هنا كيقولوا دوار كات يعني القاغات ديال الحيط. اختاريت هاد الكري هذا، وجيت اختاريت حتى زريبيات البيت النعاس، اختاريت هذاك اللون الكري اللي شفتو في الاول. وهنايا كاينين البطانيات، ماشي بطانيات يعني الغطاء ديال الزربيه، حتى هو غناخذ واحد لانه افي، واخا انا ما كيعجبنيش الصراحه هادو نديرهم، ما كيعجبنيش ناخذ زربيه موديل وناخذها غاليه ونغطيها من الفوق، ولكن مع افي افي بلال تبارك الله عليه مشطون، وكيبقى ياكل بسكوي والشوكولا وهذا، وكيعمر ليا الزربيه، لذلك فغناخذ هاد الغطاء ديال السرير. وكاين حتى هادو اغطيه ديال كاين الاغطيه ديال الكنابي، وبطبيعه الحال لا الاغطيه ديال السرير ولا الاغطيه ديال الزربيه راهم متوفرين عندنا في الصفحه، واللي بغاهم عليه الا يتواصل معايا عبر رقم الواتساب اولا الصفحه ديال الانستغرام. ورجعت للدار، اليوم ما كاينينش التلاميذ، اليوم ما كاينش الدرس، الصباح دوزنا واحد ساعه ديال اللغه العربيه وساعه ديال لونغلي، فاليوم ما كاينش دروس الفرنسيه حتى لغدا ان شاء الله. وغادي نبدا لكم بوصفه ديال الكوكيز، درتها الافي، فيها بيضه واحده، معلقه من الكاكاو، شويه ديال
لي بيبي شوكولا، 125 غرام ديال الزبده. انا عندي هاد الكاكاو كويو رينغ، يعني اللون ديالو غامق. هذا خديته ديال الدكتور اوتكر. هذا اللون ديالو غامق، واخا انا الكوكيز ما جانيش اللون ديالو غامق بزاف. المهم هذا كاكاو عندنا هنايا، يا لون فاتح يا لون غامق. الكاكاو يكون من نوعيه مزيانه. واحد الساشي ديال كبارتماتوزو اللي هي الخماره، هنا الخمارات عندنا فيهم 10 غرام، وواحد الفانيا. حنا هنا الفاني ما عندناش السكر، عندنا بودره. غادي نحتاجو ايضا نص كاس ديال الزيت، وغادي نحتاجو نص كاس ديال السنيده. يعني هادو هما المكونات، مكونات سهله. بالنسبه للزبده تكون لنا بدرجه الحراره المطبخ من الاحسن. انا هي قطعتها لاني غادي نديرها في العجانه. الا كنتو غادي ديروها يعني كنتو غديروها بايديكم، فتكون بدرجه حراره المطبخ، او ديروها واحد 10 ثواني في الميكرويف. ومن الاحسن جميع المكونات يكونوا بنفس درجه ديال الحراره، كيكون من الاحسن. دابا غادي نبداو الوصفه. غادي نبدا اول شيء بالزبده. مباشره غادي نضيف عليها السنيده، غادي نضيف السكر فاني. كيجي كوكيز زوين بزاف صراحه، لا في الشكل ديالو، ولا ايضا نتوما تقدروا بطبيعه الحال تفنوا تبدعوا في الشكل. هذه الفاني عندنا هنايا بودره ماشي السنيده، بحال السكر كلاصي كتجي. بالنسبه للشكل كيف قلت لكم تقدروا نتوما تبدلوا الشكل. انا هذا هو اللي كندير، يعني هذا كنديرو بالزربه الافي بشكل يومي، يعني كيبغي كيكون كيتفرج التلفازه ولا هكا كنحطو ليه حداه. صافي، وغادي نبدا نضيف. بالنسبه للدقيق فهو على حسب الخليط، انا تقريبا درت 4 ديال الكيسان حتى 4 ونص، يعني هذا هو القياس اللي كندير. ولكن الدقيق كيف قلت لكم على حسب الخليط، على حسب النوعيه ديال الدقيق. الا كان الدقيق نوع ممتاز كتبقى على حسب الخليط. واخر شيء بالنسبه للبيبي الشوكولا، انا ما كنفضلش انكم ديروهم مع العجينه، خصوصا الا استعملتوا العجانه، فباش ما يخسروش دوك لي بيبي كيبقاو صاينين. انا درتهم حتى الاخر. اخر شيء كيف قلت لكم ضفت المعلقه ديال الكاكاو، وانتم ليكم يعني تزيدوا، يعني على حسب حتى تشوفوا اللون اللي غتحصلوا عليه. صافي، وكنبقى نضيف الدقيق. هذا الدقيق اللي ضفت دابا بشويه بشويه، هذا هو اللون اللي درت انا. يعني ما كنبغيش يجي كحل بزاف، ما يجيش ليا الشوكولا طاغي عليه بزاف. هذا هو اللون. ودابا عاد باش كيف قلت لكم غادي نضيف شوكولا. نتوما تقدروا تزيدوا وخليوا من الشوكولا شويه للتزيين باش يجي في الفوق. صافي، غادي ندير هنايا البابي باش اولا دهنوا بالزيت، على حسب الا كان متوفر. صافي، وغادي نخلط البيبي شوكولا باش يجوني. هذه الطبيعه ديال العجينه كيف كتجي، كتجي العجينه لينه مقاس حمار رطبة. صافي، وزعتها على العجينه كامله. انا هذه الكميه راه كتخرج الكوكيز، خرجت لي واحد جوج ديال لاطات ولا جوج ونص ديال لاطات. كتخرج كميه كبيره رغم انه انا خليته شويه غليظ. من الاحسن ديرو هنايا، انا فاش بديت درتو نيشان، من الاحسن ديرو بلاستيك غذائي. انا غادي ندير غير بهذا المطبع هذا. هذا هو الشكل اللي درت ليه. وغادي نضيف من بعد ما عمرت اللاطه، درت الفران على درجه حراره 175. انا كنطيب بالفرفار الفوق والتحت. هو راه ما كيبغيش مع اللون ديالو شويه غامق، ما كتبانش الحلوه واش طابت ولا لا، كيبغي غير واحد 15 دقيقه في الفرن، يعني ما كاملاش.
غير كتبدا تطلع ريحه البسكوي، والريحه ديالو صراحه زوينه بزاف، مع داك منسم فيه غير الزبده وهذا، والشوكولا كتعطي واحد الريحه زوينه بزاف. وما كيبقاش دغيا دغيا كنكملوه، زينتو در واحد جوج ثلاثه ديال البيبيت من الفوق، وانا غادي ناخد واحد الكوردون وغندير فيه جد واحد خمسه تقيبات من الفوق. هو ما كيتنفخش بزاف حيتاش فيه خماره، ما كيتنفخش بزاف، فيه غير خماره واحده. انتما الخماره في المغرب راه فيها غير 7 غرام، انا هادي غير شكيل، تقدروا ديرو بحالي اولا بلاش، يعني كيبقى لكم نتوما الاختيار. واللاطه الثانيه كذلك بنفس الشكل. صافي، وكنرضعوه في الفرن بعد ما سخن لي الفران، وكيف قلت لكم ما كيبغيش وقت كبير، غير واحد 10 دقائق وكيخرج. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي لذيذ بزاف، نتمنى انكم تجربوه. هذا الوليدات صحي احسن من البسكوي، وكيجي فيه بحال المذاق ديال الكوكيز ديال المغرب، كان واحد بيمو كوكيز شحال هادي. فكنديروا الايفي كيف شفتوا دائما، هذا حتى ولف ليا شويه السقاطه وبيموات وهذا، فوليت كندير ليه الحلوه في الدار. وهذه الكميه اللي خرج وراه باقا لاطه في الفران، وهذا هو الشكل النهائي، يعني بقى لي بواطه بحال هادي في الفران. ودابا طلعنا عند الزهرة من بعد ما لبسنا وهذا في العشيه، يعني عرفتي حنا في السونس، حنا ما مشيناش حتى لديك السونس لانه لبسنا وخرجنا خدينا واحد الحلويات. المهم بالنسبه الوجبه اللي وجدت لنا هي الفاصوليا والروز والشي كفته، وهنا الطويبله ديال الوليدات الصغار في الكوزينه عاد باش لي بيبي درنا لهم، فرشنا لهم كاملين في الارض. افي ما بغاش بطبيعه الحال، افي مستحيل يناس. هنايا كناكلو في الصالون وهو كيلعب، عندك افي وهذه ايلول، هاد صاحبته ايلول طاج الثامن حتى هي ما بغاش تنعس. الجارة في طاج الاول وجدات هاد الكيكانة، انا عرفتهم غير وجدو الكيك، داكشي علاش خديت انا غير واحد الحلوة من برا بحال على شكل بقلاوة حتى هي بالفوس. قلت لكم هاد الحلوة اللي كتشوفو بلا كريم فخيش وفوق منها القرفة، هاديك كريم فخيش طبيعية، هاديك كريبيت هي المعروفة بهاد المدينة اللي فيها حنايا، وهي اللي خديت انا، انا خديتها جاهزة حتى عرفتهم كلهم غادي يديرو الكيك. ف مولات الدار ما وجدتش كاع الحلويات، حنا اللي جبناهم اللي معروضين، حنا اللي جبناهم. وكنديرو دائما هاد الجماعة هادي، وغنبقاو نديروها مرة في الشهر، مرة في 15 يوم، كل مرة نجمعو عند الجار. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. بسلام.